السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا على قناه شيوات عائشه لتعليم الطبخ والطرز رباطي باليد. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم الرشمه اللي سبق ليا وحطيت معكم في الفيديو السابق. نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نثبتوا الخيط ديالنا على الثوب، وغادي ندخلوا الابره في هذا الراس ديال الخيط كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير واحد الغرزه صغيره. غنهز غير واحد الجزء صغير ديال الثوب، وغادي نعاود ندخل الابره في المنتصف ديال الغرزه الاولى اللي درت، وغادي نهز واحد الجزء صغير ديال الثوب ونخرج الابره ديالي، ونعاود ندير الغرزه في الوسط، نديرو الابره في المنتصف ديال الغرزه، وكنهز واحد الجزء بسيط ديال الثوب ونخرجوا الابره ديالنا بهذا الشكل. كنتمنى الصوره والشرح يكون واضح ليكم. طريقه سهله وبسيطه، وهاد الغرزة كنسميوها غرزة السلسلة، وهذا هو الشكل ديالها. صافي، وغادي نستمر على نفس الكيفية حتى نخدم هاد الخطوط كاملة اللي عندي ديال العريش ديالنا، ما يبقاش يبان ليا هاد اللون الأحمر تماما. صافي، دابا انا وصلت للراس ديال الوريقه، وغادي ندير نفس الضربه في وسط الغرزه، وغادي نحيدو الخيط ديالنا بهذا الشكل. غادي نثبت الغرزه من تحت ديك الخدمه اللي درت بهذه الطريقه. انا ما كنعقدش الخيط، غير كنثبتوها شويه في كما شفتوا. هذه هي الغرزه اللي خدمت معكم ديال غرزه السلسله. دابا غادي نحاول نخدم معكم هاد الوريقات الكبار وهاد الصغار. غادي نبداو ونجيو لهنايا للطرف ديال الورقه، وغادي نثبتوا الخيط ديالنا بهذا الشكل. وكنجيو لهنا للراس ديال هاد الغرزة اللي درنا، وكنهزو شوية ديال الثوب، غير كنفوتو هاد الخط الأحمر باش ما يبقاش يبان ليا. نحاولو نغطيوه بالخدمة باش ما يبقاش يبان لينا. كنديرو ضريبات صغيرين، ضربة حدا ضربة، يكونوا متقاربين ما يكونوش متباعدين. وهذه الطريقه كنخدموا بها حتى الوريقات الاخرين اللي عندنا، يعني نفس الطريقه كنخدموا بها جميع الوريقات اللي عندنا. انتما كيف ما كتشوفوا، انا خدمت معكم الورقه الاولى وهاد الوريقه الثانيه وهاد العريش، باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. نحاول نختصر ليكم. دابا غادي نزيد معكم هاد الوريقه، نثبتوا الخيط ديالنا من تكون الصورة واضحة ليكم. انا كنخدم وانا كنجر الخيط شوية.
هاد الثوب ما مزيرش بزاف، شويه خدمه كتجي فيه مرخوفه شويه، لكن ماشي مشكل. دابا غير كنتعلمو، نقدروا نديرو اي ثوب عندنا. صافي، وغادي نبقى نستمر على نفس الطريقه كنخدم هاد الوريقه حتى نساليها، ومن بعد نوريكم طريقة ديال هاد الوريضات كيفاش غادي نديرو نخدموهم. وهاد الوريضه